أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء الذي يعنى بالمواطن وقضاياه. في تحت الضوء نجلس وجها لوجه مع المسؤولين ونستمع إلى هموم المواطنين من خلال اتصالات هاتفية أو لقاءات ميدانية. يسعد أوقاتك. سعد أوقاتك زميل مازن، تحية لكم مشاهدينا عبر شاشة أوغريت بحلقة جديدة من برنامج تحت الضوء، ومحور الحديث اليوم عن مشفى تشرين الجامعي، كونها من أضخم وأكبر المشافي في الشرق الأوسط فهي بحاجة لحلقة ثانية لنطلع أكثر على الخدمات المقدمة للمرضى، الخدمات الطبية، وأيضا نتساءل عن المعنيين هل استطاعوا تطوير هذا المرفق والاستفادة من مكوناته بالشكل المناسب ليكون حالة متميزة على الصعيدين التعليمي وأيضا الطبي. فاصل ونبدأ الحلقة. بداية نرحب بالأستاذ الدكتور أكسام قنجراوي، عميد كلية الطب بجامعة تشرين. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. رحب أيضا بالأستاذ سامر شيحة، عضو مجلس الشعب. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا الأكارم. بداية منذكر برقم الهاتف لكل المشاهدين اللي بدون يتواصلوا معنا 429-200. بداية دكتور أكسام، قانون تفرغ الأطباء في أعضاء الهيئة التدريسية، ماذا عن هذا القانون لنطلع عليه أكثر؟ قانون التفرغ أو قانون العمل في المشافي لأعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية. أعضاء الهيئة التعليمية مثل ما حكيت بالجلسة الماضية أو الندوة الماضية، أعضاء الهيئة التعليمية هن جزئين، تدريسية وفنية، بيشملهم قانون اسمه قانون تنظيم الجامعات. قانون تنظيم الجامعات طلع ملحقات في القانون أو القرار مجلس التعليم العالي رقم 191. قرار رقم 191 من مجلس التعليم العالي، هو هالقرار هذا بخص كيف يتم دوام أعضاء الهيئة التعليمية في كلية الطب والمشافي الجامعية التابعة لكلية الطب. نحن في الهيئة التعليمية مراتب علمية، المراتب يعني من أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس، يعني بالتنازل يعني للمتمرن، متفرغ، إلى بعدين معيد، أعضاء الهيئة الفنية، قائم بالأعمال، مشرف الأعمال، كمان لهم تقسيماتهم. هدوم كل واحد له نصاب تدريسي ونظام ضمن العمل. مثلا القانون مفرغ تماما، هذا القانون هذا رقم 191. نعم. العمل فيه مثلا بالمادة 2 اي تحدد واجبات أعضاء الهيئة التعليمية في كليات الطب في الجامعات الحكومية السورية وتوزع وفق الجدول التالي. مثلا مرتبة أستاذ، النصاب التدريسي 10، البحث العلمي والدوام في المشافي 20 ساعة، مناقشة سيمينار وحضور ومناقشة رسائل دراسات عليا 2، أعمال إدارية هي بتشمل أعمال امتحانية، مجالس، لجان، خدمة مجتمع 4. طيب. فبالتالي كمان الأستاذ المساعد بيزداد النصاب التدريسي تبعه 12، المدرس بيصير 14، المعيد 16، بس المجمل بالنهاية دوام عضو الهيئة التعليمية مثل أي موظف في 36 ساعة أسبوعية. طيب. فبالتالي الفكرة الموجودة أنه الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو عضو الهيئة التعليمية أنه هذا لا يتواجد دائما في المشفى، هذا عنده هالأستاذ، هذا العضو الهيئة التعليمية عنده قسم لا بأس فيه من نصابه، النصاب التدريسي كله في الجامعة وفي الكلية، أما العمل الباقي يعني من أصل 36 شو بيبقى له مثلا 24 ساعة، هذا في المشفى. في المشفى بقت عنده كمان شقين في العمل، تدريسي وعملي خدمي، بحث كطبيب إن كان طبيب داخلي ولا طبيب جراحة إلى ما هنالك. طيب. فال 24 ساعة الباقي أو 26 ساعة الباقي لإله بيوزعهم تدريب طلاب، تدريب سريري لطلاب المرحلة الأولى، العمل مع طلاب الدراسات العليا، إعطاء محاضرات، سيمينارات، السيمينارات هي حلقات البحث اللي بده يسجل فيها الدكتور أو طبيب الدراسات العليا، هي لمناقشة الأبحاث تبعيته، الأطروحة يعني أطروحة التخرج، لجان الامتحانية، لجان التخرج، المناقصات إلى ما هنالك، هي اللجان الموجودة. بيبقى بقى القسم الخدمي،
يعني. وهذا لازم يعرفوا أنه العضو الهيئة التعليمية القسم الأعظم من وقته هو للناحية التدريسية إن كان في الجامعة أو في المشفى. أو في المشفى. مع كل هذا يقوم عضو الهيئة التعليمية في جامعة تشرين في كلية الطب في جامعة تشرين بكامل واجباته كأنه طبيب إخصائي موجود في المشفى. يقوم في حضور العيادة الخارجية يعني متابعة المرضى الموجودين من اللي بيجوا على العيادة يعني بنسميهم المرضى الخارجين outpatient. بعدين بيتابع أمور مثلا لناخد طبيب جراح بيقعد في العيادة الجراحية عنده ساعتين في العيادة الجراحية حسب برامج موجودة وموزعة وموجودة على بالأسماء عند العيادات الجراحية وعنده عمليات. بعدين المرضى اللي بيقبلون بيدخلهم على الشعب المختصة وبيجهزهم ويقوم بعملياته وبيتابعهم في المشفى إلى النهاية وهو مسؤول عن هذا المريض من يعني مثل ما بنقول من الطقطق حتى السلام عليكم معه. فهذا زائد مع كل هذا يقوم في المناوبات الإسعافية بغض النظر عن ال 36 ساعة. في عندنا دكاترة يقومون بالمناوبة 10 أيام متواصلة يعني 10 إذا بدنا نحسبهم على العمل 10 ضرب 24 240 ساعة بأقسام معينة يعني. في بعض الشعب عندهم هيدي في بعض الشعب ممكن يطلع له مثلا مع مناوبتين ثلاثة حسب عدد أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية زائد الأخصائيين الموظفين والمتعاقدين في المشفى. طب هون عندنا سؤال، هذا الحكي حتى بيشمل رؤساء الشعب والأقسام كله بالمشفى كأعضاء هيئة تدريسية كأعضاء هيئة. طيب هون بيتبادر لذهننا شيء موجود يعني جزء منه باستطلاع حنشوفه لاحقا، التفرغ هذا اللي عم يحصل عليه التفرغ المادي كتعويض مادي هل هو متناسب مع حجم العمل اللي عم يخدمه عضو الهيئة التدريسية؟ لا. نحن في عم ياخذ 200% يمكن نحن ناخذ 200% مثلنا مثل اعضاء الهيئه التدريسيه الموجودين في كليه الاداب وكليه العلوم وكليه الهندسه وهذا. نحن لا نأخذ أي شيء حوافز من المشفى حوافز أيوة القانون ما بيتحلون حوافز من المشفى حوافز في المشفى شغلة تانية هلأ يعني نحن من الجامعة نأخذ معاش فقط هو المعاش مثلنا مثل أي عضو هيئة تدريسية وقت نقدم له نحن للجامعة نحن بكل سنة نقدم أنه نحن شو اشتغلنا كنصاب تدريسي أما الشغلات اللي ما نشتغلها نحن زيادة لا ما بناخد أجارة نحن لا أجرتها لا لكن هلا في القوانين الجديدة اللي طلعت قانون المشافي التعليمية صار عندنا في شيء اسمه مأجور وفي شيء اسمه مجاني ممكن تأخذ آخر تعليمات اجتنا من الوزارة انه 75% مجاني للمرضى حجم العمل المرضى الداخلين إلى المشفى إن كان داخلي ولا جراحي ولا أطفال ولا 75% مجاني 25% مأجور. هون التسعيرة مثلا طبيب جراحة اشتغل عمل جراحي مثلا ولا نفرض فتق إرابي هذا الفتق يعامل معاملة إنه أو تسعيرة وزارة الصحة طبعا. مثلا لنفرض تسعيرة وزارة الصحة حاطة مثلا 10 وحدات نحن بالمشفى 600 ليرة على الوحدة يعني الجراح بياخد 600 ليرة 10 ضرب 600 6000 ليرة نأخذ نحن أو يأخذ الجراح 45% من هذه القيمة يعني إذا كانت القيمة 6000 ليرة بياخذ الجراح 45% يعني 2600-2700 أجار هذا هو فقط الحوافز اللي بياخذها الطبيب وهذا كمان مع كل هذا أستاذي الكريم مع كل هذا نحن في مشفى التشرين حتى الآن ما بنشتغل 5% مأجور وما تبقى كله مجاني أحساب إذا ما عم ياخذ عضو الهيئة التدريسية تعويض مناسب أيوة طيب استاذ سامر هون شو رايك حضرتك عضو مجلس الشعب هون طبعا اول شيء بنرحب بالساده المشاهدين اللي عم يشوفونا بس انا عندي فكره وكنت يعني حابب هلا عم اسمع كلام الدكتور اكسام انه هلا في كاني عاجيت طلع شيء موضوع الحوافز وعم يقولوا لي انه طلع حتى يعني في شيء
عدم صحته بالقانونيه في حوافز، خصوصا ببعض خلينا نسميهم الاختصاصات دكتور اكسام، الاختصاصات اللي يعني اللي فيها شغل مثلا القلبيه او القسطره او لا، فاحيانا عم توصل الحوافز تبعيتهم يعني عم يغط يعني عم توصل لمبالغ ضخمه اعلى من رواتبهم. هاي من فتره يعني ما له شيء طالع القانون يعني عم يطلع تقريبا الحافز اعلى من راتب واعلى من اي راتب في الجمهوريه العربيه السوريه. يعني انا وصلني احد تساؤل انه كيف هيك، يعني هل في قانون يعني يعني حتى كانوا عاطيني انه اسال وزاره الماليه في هذا الاتجاه، يعني صار الموضوع بينصفهم لاعضاء الهيئه التدريسيه، عم ينصفهم عم يعطينه يعني في بعض الاختصاصات عم ياخذوا بالحوافز عم تطلع اكبر من اعلى راتب في الدوله. اها يعني بعض في بعض الاختصاصات ما بعرف يمكن الدكتور اكسام يعني في بعض الامور انه عم تتنزل له مثلا للدكتور اكس يعني من الناس انه عدد العمليات يعني في بهذا يمكن رح جاوبك. في ثبوتيات رح جاوبك. طب قبل ما نحن ناخذ جوابك في استطلاع بمشفى تشرين الجامعي رح ناخذه كمان راي الاطباء عن موضوع قانون التفرغ وعم يستفيدوا منه صح ولا لا، بناخذ الاستطلاع وبنرجع نتابع مشاهدينا هذا الاستطلاع للزميله فداء عيسى وراجعين. التعويضات اللي بتقاضاها اعضاء الهيئه التدريسيه من مستشفى تشرين الجامعي ممكن تخبرنا عنها؟ هلا اعضاء الهيئه التدريسيه تعويضات من مستشفى تشرين ما بياخذوا، بياخذوا هن رواتبهم وتعويضاتهم من الجامعه، من جامعه تشرين محل ما عم يشتغلوا، فكله بيتاخذ من هنيك. نحن بالنسبه لنا بياخذوا شيء بنسميه الحوافز، يعني هذا مرتبط بعملهم. في عنا نظام حوافز، في نسبة من العمل اللي احنا عنا مأجورة بمشفى تشرين، اللي بيشتغلوا الطبيب ضمن قطاع المأجور له اقتطاعات معينة، هاي حوافز زي اللي بيتقاضوها من عنا أعضاء الهيئة التدريسية أو الأطباء اللي عاملاك المشفى أو المتعاقدين. برأيك هل ينصف مستشفى تشرين أعضاء الهيئة التدريسية ماديا؟ مثل ما عم قلت لحضرتك مشفى تشرين بالنسبة لأعضاء لقى كدخلهم هن كرواتبهم هي من الجامعة، فهذا السؤال يسأل للجامعات فيما يتعلق في موضوع الرواتب. يعني رأيي شخصي أنا بجوز لي رأيي شخصي بالموضوع، إنما هذا مو من عنا نحن. أما فيما يتعلق بالحوافز، نظام الحوافز معمول به حاليا جيد مقبول، إنما مثل أي نظام ممكن إعادة النظر فيه كل فترة، ف يعني وإنما هو جيد وله علاقة بطبيعة مثل ما عم قلك كم العمل اللي عم يشتغلوا. في عدد ساعات محددة مطلوبة من عضو الهيئة التدريسية أسبوعيا أو شهريا؟ في حسب نظام التفرغ في يعني محدد عدة ساعات بالأسبوع و تقريبا 20 ساعة بالأسبوع؟ ايه بس الحقيقة يعني هون تنظيم العمل يعني علاقتهم حتى علاقتهم الإدارية أعضاء الهيئة التدريسية عم تكون مع الجامعات ما عم تكون مع حتى إدارة المشفى، يعني هن بتنظيمهم عن طريق الجامعات، هن اللي بتتعلق بتراقب دوامهم او بتطالبهم بعدد الساعات. برايك قانون التفرغ ينصف اعضاء الهيئه التدريسيه؟ انا برايي الشخصي ما في وظيفه او كدخل تنصف الموظف بالنسبه كدخل مع غلاء المعيشي، بس اذا بدنا ناخذها كقانون تفرغ او كدخل الموظف هذا بيتعلق بقى بالقانون بتطبيق القانون، فيا اما الشخص ان كان مدرس او ان كان طبيب او ان كان معيد او ان كان قائم بالاعمال يا اما بيقبل بقانون التفرغ او لا يقبل بقانون التفرغ. ما بيقبل بقانون التفرغ فيه مجال بيفتح عياده، بيقبل بقانون التفرغ بده يقول انا متفرغ، يا اما بيقبل بهالوظيفه انا مع التتبعات او الاجراءات فيما بعد يا اما لا. واذا بنرجع كمان بالمقابل كوظيفه كطبيب كمان كدخله ما بيتقارن كدخل عيادي. برايك قانون التفرغ لاعضاء الهيئه التدريسيه هل هو منصف ماديا؟ وما مدى الاجور اللي بتتقاضوها لقاء هذا التفرغ؟ هلا قانون التفرغ هو شغله ايجابيه بالنسبه لاعضاء الهيئه التدريسيه، اما انه يكون منصف بالطبع لا، لانه دائما في عندنا لازم يكون في تميز بقانون التفرغ، ما بيصير يكون في عندنا مساواه كافه اعضاء الهيئه التدريسيه على الاطلاق. يعني ليس من المعقول أن يكون طبيب في كلية الطب ومشفى جامعي يقوم بعمل ميداني على مدار اليوم كغيره في من أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الأخرى. حتى في كلية الطب أنا برأيي ما لازم يكون في عنا مساواة بالقانون التفرغ، لازم في عنا أقسام تقوم بعمل كبير وكبير جدا بالنسبة لغيرهم من الأقسام الأخرى. فينك تكون حضرتك متفرغ جزئيا؟ هلا بقانون التفرغ سمح انه يكون الاعضاء عضو الهيئه التدريسيه انه يكون عنده تفرغ جزئي، بس طبيعه العمل عندنا وبتعرف انه وقت ازمه وحرب في عندنا اصابات كثير عم نقوم فيها بالليل والنهار، اما التفرغ ما فيه جزئي ما بعتقد غير مجدي.
مكتب ممارسة المهنة شو رأيك فيه؟ أنا ما بعرف عنه شيء، بسمع عنه بس ما بعرف عنه شيء. يجب تفعيل هذا المكتب، ويعني هو عبارة عن يعني مكتب لحساب مثل ما بيقولوا، يعني نحن بجامعة تشرين مشكورة رئاسة جامعة تشرين أنه أوجدت لنا حل بحيث أنه يسمح لنا بالعمل في العيادات لقاء دفع جزء من الدخل لصالح مكتب ممارسة العمل المهني. هلأ لو تم تجهيز عيادات في مشفى تشرين بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية وتم تجهيزها بشكل جيد في كافة الاختصاصات ممكن، والسماح بالعمل بفترة بعض الظهر، ممكن هذا يحل مسألة عدم العمل بالعيادات الخاصة. والمبالغ اللي بتترتب عليك لا مكتب ممارسة المهنة هي برأيك مناسبة، غالية، رخيصة؟ لا مناسبة، مناسبة ولا تشكل ضغط مالي على أعضاء الهيئة التدريسية على الإطلاق، بس يعني نحن نتمنى أنه قانون التفرغ اللي صدر بال 2006 بيشمل يعني مادة منصوص عليها السماح لأعضاء الهيئة التدريسية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بإشراف الجامعة. قبل أما نحكي أكثر عن مكتب ممارسة المهنة، التعويضات ذكرت أنه بتتاخذ من الجامعة، الحوافز بيتم كل فترة إعادة النظر فيها. لنحكي أكثر عن موضوع الحوافز، كونه الدكتور الأستاذ سامر أثار هيدا الموضوع من شوي، أنه في أشخاص بأقسام معينة وباختصاصات معينة بتاخذ مبالغ هائلة وطائلة، القصص اللي بيتم الاعتماد عليه لرفع تعويضات أو الحوافز خلينا نقول صرفها للدكاترة. الحوافز اللي بتطلع هي عبارة عن حوافز سنوية، فبالتالي الأرقام اللي بيشوفها المواطن أو بيشوفها الزميل الآخر اللي ما يأخذ الأرقام بيشوفها كبيرة، بس هي على مدار 12 شهر. إيه فبعد طيب بس عفوا دكتور، في معنا سيد معول وزير تفضلي. نعم يعني معنا اتصال من معاون الوزير دكتور حسن جبهشي، معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية. ألو ألو ألو، يسعد أوقاتك. صباح الخير، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا أهلا بكم. اليوم نحن بحلقتنا هي تتم لحلقة من أسبوعين اللي كانت حول مشفى تشرين الجامعي، واليوم عم نحكي أكثر عن موضوع أعضاء الهيئة التدريسية، ونسأل هل يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين العمل خارج الجامعة وفتح عيادات خاصة؟ بالنسبة للمتفرغين تفرغ كامل ممنوع يفتح عيادات، أما المتفرغين بشكل جزئي ممكن. نعم، فإذا هناك يعني وهذا الموضوع طبعا متابع من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، وفي بعض أعضاء الهيئة التدريسية تم يعني تغريمهم بمبالغ كثيرة كبيرة تماما لمخالفتهم هذه التعليمات. بيتم إطلاع الأطباء وأعضاء الهيئة التدريسية على هذا القانون، وهن إنه بيقولوا يا متفرغين طبعا بموافقته. هذا موضوع هذا نازل بقانون تنظيم الجامعات والكل بيعرف الشيء هذا تماما. طيب دكتور، مكتب ممارسة المهنة، وجود مكتب لممارسة المهنة في مشفى تشرين الجامعي، هل يعد استثناء من قانون تنظيم الجامعات؟ لا 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 ما بصير، مكتب ممارسة المهنة بالمشفى ما بصير. ما بيصير يعني ما بيحق له لعضو هيئة تدريسية؟ ايوه بالضبط، في مبدأ الحوافز في قانون الحوافز، هذا بينظم عمل بالمشافي الجامعية. طبعا المشافي الجامعية ايضا الى قانون، هو القانون 8 لعام 2010 الناظم لعمل المشافي والناظم ايضا لعمل الاطباء الاخصائيين واعضاء الهيئة التدريسية. نعم دكتور، هناك بدل نقدي بيتم دفعه من قبل اعضاء الهيئة التدريسية لمكتب ممارسة المهنة سنويا، في هيك شيء مبلغ؟ هذا الموضوع بالجامعة ما له علاقة بالمشافي، بس ما له علاقة هذا المبلغ اللي بيدفعه اعضاء الهيئة التدريسية بانه يسمح له بالعمل بالمشافي الخاصة او العيادات الخاصة، هذا موضوع ثاني. بس بدي طيب دكتور، الاستاذ سامر شيحة عضو مجلس الشعب حابب كمان هيك يكون في مداخله مع حضرتك، تفضل استاذ سامر. دكتور يسعد اوقاتك دكتور حسن. اهلا استاذ، يا كيفك ان شاء الله بخير دكتور. بس عم يسالونا بما انه اليوم يعني المشفى تشرين ماجور،
فأحيانا عم يصير مو مأجور. إيه؟ لا 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 جزء بسيط جزء بسيط جزء بسيط إيه؟ حوالي 20% فقط مأجور إيه؟ والحد الأدنى لوزارة الصحة مثل باقي المشافي. دكتور حسن مشفى تشرين مثل مشفى المواساة إيه؟ مثل مشفى التوليد الجامعي مثل مشفى حلب الجامعي، أبدا ما اختلف الوضع نهائيا. دكتور حسن قانون واحد على كل المشافي. أنا الفكرة هون أنه أحيانا أنا فكرتي أنه هلأ عم يطبق يمكن بالمشفى حاليا انه بنهايه الدوام بيوقف عمليه التصويب. انا الفكره في مجال بما انه ماجور يكون على مدار الساعه. احنا وجهنا كل المشافي واعطيناهم تعليمات وكتب انه كل الخاص العمل الخاص يكون خارج اوقات الدوام وايام العطل والاعياد. يعني في امكانيه ان يكون بعد نهايه الدوام. ايه طبعا. لانه المطبق حاليا يمكن بس اثناء الدوام. لا لا. اثناء الدوام الرسمي اي العمل بالقسم الخاص خارج اوقات الدوام. كويس اذا في. طيب سؤال ايضا بيتعلق بالممرضات في مشفى تشرين الجامعي. باتصال سابق مع حضرتك ذكرت انه عدد الممرضات كافي ومناسب للمشفى. شكاوى تصل الينا تتعلق بنقص الكوادر التمريضية وخاصة في فترة بعد الظهر او الفترة المسائية. كيف ممكن نحل هذا الموضوع؟ استاذ اول شيء نحن هلا في اجتماعات دوليه عم تتم بالمشافي، منها موضوع التمريض والممرضات ومشاكلهم، بحيث انه يكون هناك توزيع عادل على كافه اقسام المشفى وكافه الورديات. اثنين نحن عدنا افتتاح مدرسه التمريض في جامعه اللاذقيه مشان نغطي اذا اي نقص يحصل يكون فيه بشكل دائم وبشكل استمراري لهذا النقص. إضافة لكلية التمريض، تعرف كلية التمريض هي كلية يعني الفريدة وإلى أهمية كبيرة في جامعة تشرين. هلأ يمكن فيما يتعلق بكلية التمريض فيه يمكن الموضوع بده شيء تنظيمي أو قانون لتعيينهم كونهم فئة أولى ضمن المشافي الجامعية. طبعا عن طريق مسابقة. ونحن حاليا من ضمن استراتيجيتنا لعام 2018 إعادة النظر بموضوع قبول وفرز كافة على طلاب التمريض، يعني إعادة نظر موضوع التمريض كله في مدارس التمريض التابعة لوزارة التعليم العالي. جميل جدا. استاذ سامر حابب بس في انا دكتور حسن يعني ذكروني المرة الماضية انا حكيت لك بنفس القصة، طبعا في نقص بالتمريض وحكيت انه كان شيء 1030 يمكن عدد التمريض حوالي 1000 ممرض وممرضة. تمام. بس للأمانة احيانا عم ندخل على بعض الشعب يعني اثناء الزيارات كان مرضى ولا بشكل عادي، احيانا شعبي فيها 30 صليب بسموا مريضه او 2 او 3، يعني اذا بتعطي نحن بدنا نوصل استاذ بحيث يكون اقل شيء ممرضه لكل 4 أسرة ان شاء الله. اذا بس معناتها بس بتمنى نضيف كمان دكتور حسن بهذا الاتجاه. نعم. موضوع المستخدمين بالمشفى كله هذا عم لانه في قل كثير يعني واضح للعيان موضوع المستخدمين. طبعا اخر شيء يعني انا احكي شغله انه مشفى تشرين يعني من خلال اللي قدمته عام 2017 طلع فيه اكثر مشفى يعني حركه المرضى فيها حوالي 16000 عمل 116000 16000 عمل جراح مساوي، يعني اكثر شيء المشافي العمليات هي مشفى تشرين الجامعي. هو دكتور حسن يعني اليوم لقائنا ومتابعتنا مع للاسبوع الثاني او ممكن الثالث على التوالي هي الفكره، يعني هي المنشاه الصحيه المدينه الصحيه طبعاً. تشتغل بالشكل الامثل تبعها تكون ادارتها يعني بس افضل باستمرار ان شاء الله. تماما يعني وبتعاون كافه المعنيين بهذا الموضوع ان شاء الله. تمام. مجلس الشعب والجامعه والقياده الحزبيه في جامعه تشرين والقياده الاداريه ايضا في جامعه تشرين و إدارة مشفى أكيد نحن هذا بهمنا، وأكيد المشفى عم يقدم خدمات كتير كبيرة، وطبعا هاي الملاحظات بتكون بس لموضوع التذكير. بخي بس سؤال واحد بيتعلق بنقص كبير بعدد المستخدمين في مشفى تشرين، كيف ممكن معالجته بتوظيف جديد؟ طبعا نحن أول شيء عم بشكل مؤقت عن طريق عقود موسمية، وأيضا في هناك مسابقات تجري حاليا. طبعا نحن بنعرف انه حضرتك كنت باجتماع وشكرا جزيلا لتجاوبك وانك تلقيت هذا الاتصال منا. شكرا لكم. شكرا لك طبعا ودائما بجهودكم نتمنى طبعا مشفى تشرين تكون دائما بتقدم الخدمات المثلى لكل المرضى اللي عم يدخلوا عليها. بدنا نشكر الاتصال مع حضرتك دكتور حسن جباجي معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحيه. شكرا كثير لك. شكرا لكم. اهلا وسهلا. شكرا.
دكتور، من تابع حديثنا حول الحوافز وكنا عم نحكي عن الحوافز اللي عم تصرف هلا لاعضاء الهيئة انا راح اوضح شغله ما بين شيء اسمه مكتب ممارسه المهنه. المشفى ما له علاقه نهائيا فيه على الاطلاق. مكتب ممارسه المهنه هو باشراف الكليه، باشراف كليه الطب واشراف رئاسه الجامعه. رئاسة الجامعة مشكورة بإشراف الأستاذ الدكتور هاني شعبان، يعني مشكورا ومشكورا عدة مرات على حل هذه المشكلة بين أعضاء الهيئة التدريسية ومديرية المالية والشغلة اللي اسمه عمل أعضاء الهيئة التدريسية بخارج أوقات الدوام. هلا في عدة حلول مثل ما حكى الدكتور حسين سعيد، اما حول مكتب ممارسة المهنة والعمل في خارج اوقات الدوام لاعضاء الهيئة التدريسية، في مقترحات كثير ونحن بصدد في الكلية بصدد حل هذه المشكلة وبشكل قانوني وبشكل انه نشيل كل لبس او نلغي كل لبس حول هذا الموضوع. يعني بصير عضو الهيئة التدريسية يعمل بأريحية من دون أي مراقبة، يعني أنه هذا خارج القانون أو خارج التعليمات أو خارج قانون تنظيم الجامعات بتاريخ 2006 اللي طلع تنظيم الجامعات إلى ما هنالك. هذا بصدد إن شاء الله حله. هلأ الحوافز، هلأ برجع الحوافز. الحوافز مثل ما ذكر الأستاذ سامر، الحوافز هاي تعليمات طلعت من عن طريق المشفى أو المشافي التعليمية أو قانون المشافي التعليمي الحديث. أول شيء كانت المجانية 60% و40% المأجورة. آخر تعليمات اجتنا من السيد الوزير 75% ب25 أو مثل ما ذكر الأستاذ الدكتور حسن 20% ب80، بس أنا اللي بعرفه 75% ب25%، يعني 25% مأجور 75% مجاني. حتى الآن في مشفى تشرين الجامعي لم نتجاوز 2-3% مأجور، يعني كل العمل على حساب الحكومة، يعني كل الدولة عم تصرف بشكل كامل كل المصروف الموجود كله مجاني العمل الجراح. المأجور مثل هلا البديل طرى عليه مثل ما ذكر الأستاذ سامر، في بعض الاختصاصات تمام. لأسباب ما، مثلا انه هل في الى مصروف المشفى لا تستطيع او ميزانية المشفى لا تستطيع تغطية هذا المصروف، مثلا مثل جراحة القلب. جراحة القلب في شغلات بده يشتريها المريض، يعني ما في المشفى لا تستطيع ميزانيتها لا تستطيع، لانه كل العملية ممكن تكلف له مثلا المؤكسج لحاله هذا اللي بيلزم بجراحة القلب حقه 250,000، هذا يستخدم مرة ويكب، يعني ما لا يستخدم مرة تانية. مثلا الصمامات إلى ما هنالك، البروتيزات في جراحة الأوعية نفس الشيء، في بروتيزات لا، بس مع كل هذا البروتيزات المشفى عم تغطي. في عندنا بعض العمليات الجراحة العظمية، عمليات الجراحة العظمية البروتيزات الكاملة، هي كمان المشفى لا تستطيع تغطيتها بشكل كامل. نحن بس مشان الوقت لأنه في عندنا محاور كتير بس الحوافز بشكل سريع. الحوافز فيه، يعني نحن أخدينا بعين الاعتبار المرة الجاية أو التعليم الجاي، ونحن عم نشجع كل الاختصاصات حتى نوصل نحن على 25%. يعني نحن عم نشجع الشعب الأخرى اللي ما فيها حوافز إنه يشوفوا نوع من العمليات اللي بتميز فيها هذه الشعبة ويصير العضو الهيئة التدريسية عضو هيئة تدريسية، خاصة التجميلية. في عندنا كتير عمليات نحن الدولة أو المشفى ما لازم تدفع لهم، مثلا تجميل الأنف، تجميل إلى ما هنالك العملية ما يعني نحن ما لازم الدولة تدفع عليها، فبالتالي ممكن تجيب لنا أجر للمشفى وأجر للطبيب. طيب لنطلع من هذا المحور. أول شيء بدنا نذكر برقم التليفون 429-200 لمشاهدينا اللي بيحبوا يتواصلوا معنا. وقبل ما نطلع من هذا الموضوع، لأنه في موضوع مكتب ممارسة المهنة حضرتك كعضو مجلس الشعب كمان لازم نحكي فيه. هلأ نحن تواصلنا مع السيد رئيس الجامعة الدكتور هاني شعبان، سألنا عن هذا الموضوع، طلب منا أنه نتواصل مع الوزارة. تواصلنا مع الوزارة، حكينا مع مدير الشؤون القانونية بالوزارة، حكينا مع الدكتور حسن الجبهجي، وحاليا كمان موضوع يعني صاير موضوع غير مفهوم تماما بالوزارة. عم يحكولنا أنه هذا المكتب
لا يستثني أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين من قانون تنظيم الجامعات، وغير مسموح العمل خارج نطاق الجامعة أو المشافي الجامعية. إذا كان تفرغ كامل يمكن دكتور. التفرغ كامل. هلأ ذكر الدكتور حسين سعيد في قانون تنظيم الجامعات يحق لعضو الهيئة التدريسية أن يعمل بإشراف الجامعة، وهذا العمل هو بإشراف الجامعة ومكتب ممارسة على أن يعود اعتمادا على هذا جزء من الدخل. أيوة لكن يعني يصير نحن عم ندفع سنويا يعني بحدود 50,000 بالسنة للجامعة بالسنة. وخديش بياخد تعويض بالسنة؟ تعويض تفرغ بياخد شي 1,200,000؟ لا شي، أنا هلأ أنا مرتبة استاذ صار لي من عام 1986 موظف، باخد بحدود 300 وشوي بالسنة الكاملة. يعني بيدفع 50 يعني تقريبا من 350 السدس بيدفع او لا الربع بيدفع لا 350 هو التعويض التفرغ الكامل مو 200%؟ 200% بس اول 100 بناخذها بيبقى التعويض الاخير، التعويض الاخير ال 100 الثانيه هي ال 100 الثانيه للتفرغ ام ال 100 الاولى؟ نحن الحديث على ال 100 الثانيه فقط لا غير. الحديث في قانون تنظيم الجامعات الحديث على المية الثاني بالتفرغ، هالمية الثاني نحن تقريبا عم ندفع ستسة يعني. طيب هذا تقريبا انا ما اقول لك يعني بنهايه عمري الوظيفي يعني بجوز الشباب الثانيين زملائنا عم يدفعوا تقريبا مو السدس الخمس عم يدفعوا من المبلغ للجامعه، وهو هيدي من الموارد الذاتيه للجامعه. هذا الموضوع انا بتاعه، بس في انا لفت نظري شغلي انه احيانا فعلا يعني الدكتور اكثر كثير مشكور عم يقول انه مثلا العمليات التجميليه ما انا مجبرين، بس طلع فكره الاماني احيانا عم نسمع انه عم يدخلوا بعض الناس يعني عم تكون بدخول للمشفى انه مو عمل تجميلي، ولكن هي عم تكون يعني هي ما بعرف انا هي الحالات كيف بدنا تعالج للاماني. ها ايه عم تصير يعني ما بعرف انا سبعان فيها لهيدا تمام، انه عم يدخل على اساس انه هو عمل جراحي ولكن هو عم بيكون بالتنسيق تجميلي. مع عم تكون تجميلي اها هي بيصير بالتنسيق مع الدكتور مع العلم يعني انا خفت هلا بالفتره لا انا كنت رئيس قسم جراحه سابق، وهلا ما في مشكله عندنا اذا دخل واحد بده يجمل اي شيء على الاطلاق انه يكون ممنوع يشتغل بالمشفى عندنا، مسموح له لاي دكتور عضو هيئه تدريسيه او موظف او متعاقد يعمل كل شيء بيستطيع ان يعمله هو ومجانا. يعني انا هيدي يا استاذ سامر يا استاذ هيدي انا بعرفها لهالقصه، بس لاسباب ما صارت هيك صارت بعض الحالات الصغيره، بس هيدي مو انه 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 ما تعمم لا لانه منه هي تجميليه بدنا نعملها هيك لا ما نحن حتى الان التجميل انا من انصار كل شيء تجميل يصير مدفوع على تسعيره وزاره الصحه وتستفيد المشفى طبعا وهيدي ونحن كمشفى طيب وصلت هي الفكره فيما يتعلق هلا حسب ما فهمنا انه عضو الهيئه التدريسيه الاستاذ 20 ساعه 10 ساعات الاستاذ المساعد 20 ساعه وخلافه، بهي الحاله انه المشفى بتصير بحاجه لاطباء متعاقدين اكثر لتغطية العيادات الكثيرة والأقسام والعمليات. طيب في طالما أنه المطلوب من أعضاء الهيئة التدريسية عدد هالساعات ضمن الأسبوع الواحد 10 ساعات لمرتبة الأستاذ أكثر 36 ساعة أستاذ عم يداوم 36 عضو الهيئة التدريسية 36 ساعة 36 ساعة أسبوعيا اللي عم يشتغلوا بالمشفى عم يشتغلوا زيادة بالمشفى أما بالكلية بالمشفى وبالكلية نحن اللي بهمنا بالمشفى، نحن عم نسأل عن موضوع المشفى عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب، يعني ما دام عندنا نحن الدوام فقط في الكلية الجلسة الماضية شرحتها هي المحاضرات النظرية الامتحانات المراقبة الامتحانات الشيء اللي بيخص في العملية التعليمية في الكلية بيروح عضو الهيئة التدريسية، أما نحن أعضاء الهيئة التدريسية متواجدين من الصبح لبعد الظهر في المشفى لانه هنيك مقراتنا هنيك مكاتبنا هنيك شغلنا يعني، اما منروح نحن يعني نحن منروح على الكليه فقط وقت اللي بيكون عندنا شغل في الكليه، اما المقر العمل الرئيسي لنا نحن
هو هو المشفى، رئاسة القسم بالمشفى، رئاسة الشعب بالمشفى، دوام أعضاء، كله كله بالمشفى. فنحن هذا سؤالي بالتحديد، أعضاء الهيئة التدريسية إذا كانوا مشغولين بأعمال الإشراف والتدريس والتدريب لطلاب الطب أو طلاب الدراسة، هل يوجد أطباء اختصاصيين متعاقدين بشكل كافي لخدمة المرضى في إيه؟ هذه الحالة؟ إيه؟ موجود دكتور، فيني أنا أدخل بس بعد موجود فضل. هلأ على فكرة هذا الفكرة اللي عندي، يعني مشان ما بزي يمكن أنا والدكتور نتفق، أنا الفكرة اللي عندي أنه المشفى متخمة بأعضاء الهيئة التدريسية، والفكرة اليوم التقليل من عدد المتعاقدين، لأنه عندك دراسات العليا والأعضاء الهيئة التدريسية. يعني أنا دخلت ببعض المحلات أنه بيقول لك ما في إلا المحلات ليقعدوا أعضاء الهيئة التدريسية. نعم. يعني بالعكس أنا اليوم يعني كنت حاب يعني مع الدكتور أنه نخفف، يعني بما أنه نخفف من أعضاء الهيئة التدريسية. لا لا، في أعضاء الهيئة التدريسية يعني يكفوا مثل يعني الدكتور، لا في عندنا العدد الكافي، أنا الكافي ومتخمة. بالعكس أنا كنت بدي أطلب من الدكتور اليوم يعني نخفف من طيب عم تقول أنه متخمة، ولكن ببعض الحالات عم ندخل عم نلاقي طبيب اختصاصي يكون موجود لحتى لمعاينة المرضى المعين. دكتور شو الطبيب الاختصاصي انت يعني هو متوقع انه المواطن او السيد الصحفي او السيد عضو مجلس الشعب او السيد المراجع بده يجي يدخل يشوف اخصائي. الاخصائي عنده عده مهمات موجوده، ان كان بالاعداد بالتسميات اللي سميناها، هو ممكن يكون متواجد في العياده، ممكن يتواجد بالعمليات، ممكن يتواجد مع مريض ثاني في محل ثاني، ممكن يعني ما انه الطبيب لا، يعني انا بتمنى من كل الناس ما يفكروا للطبيب هو موظف وانك انت عم تراجع هيدي، يعني الاطباء لهم خصوصيه معينه. هلا نحن مع الحفاظ على يعني هاي الخصوصيه، بس لحتى ما ندخل كثير تفاصيل هذا الموضوع، بيهم المريض بالنهايه يشوف طبيب اختصاصي انهى اختصاصه. هي امور تقنيه بالمجال، طالب الدراسات طبعا مع احترامنا الكبير لتفوقه، عفوا الدكتور طالب الدراسات منيح مع احترامنا تخصصه، لسه ما انهى تخصصه، يعني هو طالب دراسات اختصاص عصبيه سنه اولى او ثانيه او ثالثه او رابعه. دائما الشكاوي عم توصلنا على البرنامج من بعد الحلقه الماضيه وقبل بتتعلق انه نحن نعرف انه الدكاترة طلاب الدراسات هن اطباء متخرجين من كلية الطب ولكن لم ينهوا الاختصاص. هي الفكرة، هو بحاجة، انا راي على العيادة بالمشفى لانه انا احوالي ضيقة ما فيني بروح على عيادة خاصة، بس بحب شوف بالعيادة بالمشفى طبيب انهى اختصاصه، مو طبيب عام عم لسه عم يحضر لينهي اختصاصه اذا كان سنه ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه. هذا سؤال مواطن، هذا حقه، نحن عم ننقله بامانه لك، ونحن عم نعمل جهدنا انه يكون في العياده الاختصاصي اختصاصي. يعني حتى الفكره الاخيره اللي هي انه بحيث انه مثلا مثلا لنفرض اختصاص معين جراحه الصدر، عندنا ثلاث اختصاصيه، حتى ما نجمعهم قلنا لهم بدل ما نحطكم ننشركم على مدار اسبوع بنحدد انه العيادة الاختصاصية مثلا لجراحة الصدر في يوم كذا ويوم كذا، بحيث انه يجي المريض يشوف الاختصاصي قاعد، يعني بحيث انه نحن نعطيه معلومات للمريض، نحط له معلومات وتعليمات انه في هالساعة هاي بدك تيجي تشوف اخصائي قاعد وياخذ ويسمع منك مشكلتك ويحط لك العلاج النهائي ان كان داخلي ولا جراحي. اي يعني كل هاي عم نستفاد منها وعم بحيث انه ما ننشرها للعياده كامله لمدار اسبوع ونحن ما قادرين نغطيها. تمام، ما قادرين نغطيها، حددها بايام، حددها لانه هذا اختصاص ضيق هذا بنحدد لهم يوم معين او يومين بفتره معينه كذا، من ساعه كذا لساعه كذا بيكون قاعد، بتجي بتشوف طبيب جراحه صدر موجود. اما اذا كانت الامور هاي فبالاسعاف فيه 100% طبيب جراحة صدر مشرف على الإسعاف لجراحة الصدر أو جراحة القلب أو جراحة الأوعية أو جراحة أي جراحة أو طبيب أيوة يعني. لازم يكون هيدي عم نحدد بحيث أنه المراجع يجي يشوف اختصاصي قاعد هي الفكرة وهي طلبات الناس اللي عم يتواصل هي عم نظبطها بحيث أنه نحن كمان مثل ما بيقول اطلب المستطاع حتى تطاع. نحن استطاعتنا هيك في المشفى، نحن عم هيك المواطن ما نضد انه حددت له يومين او ثلاثه له بحيث انه بس موجود اخصائي يعني بحيث انه يجي بهالحاله هيدي، اذا ما شاف يقدم شكوى لاداره المشفى
انه الفلان محدد لنا مثلا الدكتور مثلا فلان موجود من الساعه كذا للساعه كذا. اي ساعه لاي ساعه العيادات؟ العيادات تقريبا تقريبا متعارف عليها هيدي من قدم تاريخ القدم لهلا من التسعه للوحده. هلا القانون بيقول من الدوام من 8 للتنتين يعني، بس متعارف عليه من 9 هن ينجدوا من 9 لوحدة وكثر خير. نحن عم نقول متعارف، نحن عم نحكي المتعارف. تمام دكتور، بالنسبه طرحنا من شوي سؤال عن قله الممرضات بالمشفى خاصه فتره بعض الضهر. انا يعني هيدي كثير يعني في اشخاص ممكن يجوا على المشفى بفتره بعض الضهر او المساء، ممكن ما يلاقوا حدا مثلا. انا بقول لك هيدي مشكلتها. أنا كنت عضو بزماني عضو مجلس مدرسة التمريض، بقيت فترة شي حوالي 6-7 سنوات، وقدمنا طلب وقتها لرئاسة الجامعة وللوزارة أنه نحن ما نلغي مدرسة التمريض، ولأسباب كثيرة وحطينا كثير أسباب. فإجت القرار أنه نحن بدنا نشجع كلية التمريض، يعني كان في وجهات نظر. هلا رجعوا المدرسه هلا لانه صرنا بامس الحاجه لها. تمام حاجه ماسه. هلا بتوقع صاروا سنه الثالثه بتوقع مدرسه التمريض، السنه الجايه بترفض. وقتها بحثنا وقت اللي فتحت مشفى تشرين صار بقت نجيب كل الخريجين من 92 93 لهلا، فصارت انه الممرضات اجوا ولاسباب ما صار يعني هلا الممرضات يعني خلينا نحكيها أكثر إنه تزوجوا أكثر صار، فبالتالي صار في عنا مشكلة. هلا ما في عنا طابق إلا حامل ومرضعة وكذا، يعني كلهم هني عم نحن فترة سن الزواج ما في يعني ممرضين ما في شباب. الممرضين والكلية التمريض هدول مسابقات استاذي حصراً. أما نحن مدرسة التمريض الممرضة مباشرة حصراً لممرضة. إيه لا مو لممرضة. هلا الممرضين لا كل شيء خريج المعهد وخريج الكلية بده مسابقة للدخول ضمن سلك العمل أو ضمن الوظيفة. أما الممرضات مباشرة تتسجل الممرضة. بس هل نحن الممرضات ما عندنا ممرضات اللي هذول وظفوهم من قبل؟ مناوبات مثلا بالاتفاق بين المشرفين على الممرضات الموجودين، اتفاق يكون في مناوبات بعد الظهر مثلا. في بعض الممرضات عم بيكون دوامهم يومين بالاسبوع فقط. هذا في شيء اسمه بالمشافي اسمه الدوام السحب 36 ساعة متواصلة. هلا الموجودين مثلا عندنا نحن ممرضات من طرطوس، من ريف حما، من حمص، من فهدون ما فينا نجيبهم يوميا من الصبح. فشي اسمه عندهم بالقانون تبعهم للمشافي على ما اعتقد من اول ما دخلت المشافي انا من زمان لهلا في شيء اسمه السحب الوظيفي. فيها بتداوم 36 ساعه متواصله ما بتنام يعني ما في استاذ ما في حدا بدها تنام حكمه بدها تنام بالليل بدها تنام لانه ما في شغل بيكون كثير بالليل يعني بدها تنام حكمه يعني فموجود هذا موجود بقانون يعني قانون المشافي او قانون الموظفين او شيء اسمه 36 ساعه سحب فهذا عم ينطبق عليها لهيدي هذا عم يساعد موضوع النقص بس يعني استاذ سامر كاعضاء مجلس الشعب كيف ممكن تساعدوا نحن الفكره هاي كنت بدي احكيها هلا ناس نحن هلا طب هلا بيهمني تجاوبني بس او تحكي مداخلتك إيه؟ بس في نقطه موضوع انه يكون في مسابقه خاصه بمشفى تشرين تساعدوا فيها هلا نحن من خلال يعني مشكور طبعا الدكتور اكسام والفريق الجديد اليوم ونحن كثير متفائلين طبعا فيهم يعني بخبرتهم والدكتور اكسام فنحن هلا رح نسعى من خلال هلا الحديث واللي صار وبعض الاتصالات الاسبوع الماضي يعني مع السيد الوزير ومع الحكومه فعلا ينطلع هذا الموضوع بشكل جدي وهي الاستاذ حسن سيد معالي الوزير صار عنده فكره ووعد من المره الماضيه يعني عم يدرسوا بالهيكليه الاداريه او باعاده يعني في شيء في اعاده بهذا فهذا الموضوع احنا رح ننقله بامانه لهذا الموضوع النقص هذا ونحن مثل ما حكينا باول حديثنا طبعا نحن اليوم بالاسبوع الثاني الهدف من اليوم مع الدكتور اكسام ومع انه فعلا هالمنشاه الطبيه الحديثه هالمدينه الصحيه لاني انا سالت عنها يعني في كتير شغله حلوه انا مالي خبر في ثلاث طوابق تحت الارض مش ايه تماما يعني مشفى اليوم يعني ما في مثله في الشرق الاوسط فنحن هاي الهدف اليوم مدينة طبية كاملة طبية. فالهدف يمكن أنا برأيي وإن شاء الله هاي اليوم بوجود الدكتور أكسام والسادة الدكاترة ونحن متعاون وكلياتنا الهدف إنه هاي فعلا هالمنشأة الطبية الصحية تنوضع من بين شغلات إحنا ما نقلها كأعضاء مجلس الشعب
مثل ما حكينا له هو موضوع نقص الإعلان عن المسابقات بالنسبة للتمريض أو للمستخدمين يعني قلة. تنحط على فكرة التقينا مع السيد الوزير الأمانة متجاوب مع يعني السيد الوزير التعليم العالي بهذا الاتجاه متجاوب معنا تمام يعني يعني نتأمل مسابقة قريبا إن شاء الله أنا راح يعني هلا عندنا الأسبوع خريجين كلية التمريض أو للمستخدمين يعني هلا فيني أنا هلا بما أنه إحنا على مباشر إحنا الأحد هذا الأسبوع جاي عندنا دورة وبداية دورة تكون الحكومة جاي فإن شاء الله يعني أنا وأحد زملائي طبعا بيقدم مداخلة أنا راح أحطها يعني ضمن المداخلات يعني الأساسية طرح أمام الحكومة المجتمعة رئيس حكومة والسادة الوزراء كلياتهم بما فيهم وزارة التعليم الحاجة الماسة للموضوع التمريض والمستخدمين فيها بالإضافة إلى خلينا مثل ما حكينا المرات السابقة بعض الأجهزة المعطلة أحيانا في إلى مبرر ما إلى مبرر يعني بعض القضايا الاستراتيجية هلأ في قضايا التجهيزات المعطلة خاصة أجهزة التصوير يعني صار لها زمان كتير ودائما هاي اللي عم يحكوا علينا على فكرة هاي النقطة عم يعيبونا الأسباب ما عم تبين بشكل واضح يعني بس نحن قبل ما نختم عذريني زميلي مها في موضوع كتير مهم يعني طبعا مطروح لحضرتك دكتور وللأستاذ سامح موضوع تفعيل القسم الخاص يعني هلأ ممكن ينصف الطبيب بطريقة معينة كان على أساس في طابق هو يكون مثله مثل مشفى خاص نحن بنجذب هدول الناس للمشفى تشرين ما يروحوا على المشافي الخاصة تقدم له خدمة متكاملة مثل أي مشفى خاص ويكون في أجور بتسعيرة وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي نطلع من خصة المأجور أو الغير مأجور عم ياخدوا الأطباء حوافز أما عم ياخدوا المريض حابب يتدلل يعمل عملية جراحية أو أي عمل يطلع بيروت طيب يطلع وعندنا دكاترة ليش التأخير بتجهيز هذا الطابق أو تفعيله هو جاهز أو تفعيله شو صار فيه أستاذ مازن هذا يعني مشكلتنا نحن من وقت ما أنا بصراحة أنا وفدت وقالوا أنه مشفى تشرين بده يصير يعني هذا الحكي هذا بال86 تمام نوفدنا بال86 وما يعني حلمنا انه نحن نجي على هالمشفى هذا طيب عرفت كيف المهم وهذا حلمنا هلا نحن او من الاستراتيجيه تبعتنا انه نحط شيء اسمه قسم خاص او قسم يعني نحن الخاص هو المأجور استاذ مازن يعني تمام نفس على اساس في طابق يعني بس تسميات بتسميات على اساس في طابق بيكون في كل الاختصاصات ويكون في صارت دراسه حول هالموضوع هذا دراسة يا أما بدنا نعمل بكل شعبة نحن وداخلين القسم الخاص على اليمين والقسم اليساري مجاني ونفصلهم عن بعضهم يا أما في طابق فوق نعمله كمان قسم مشترك أي طريقة المهم أي أنه ننصف الطبيب والمريض في عندنا جراحي بشكل عام بشكل عام هذا بيحل كتير مشكلة عندنا طيب شو المشكلة أنه ما صار لأنه وقتنا صار قصير أيوة لأنه بعجالك طبعا فينا نطرحها دكتور أكثر نطلب طلب يعني بكرة في إن شاء الله إن شاء الله لا هيدي هيدي بمجلس الإدارة مطلوب يعني أنا من أنصاره لهالهاد وصار لي من أنصاره ما فيك تقرر هذا الموضوع بده قرار وزير يعني الموضوع مركز يعني يلا إن شاء الله إن شاء الله بس هذا بيبقى تحت لأنه التنفيذ هو بإيد المدير يعني أنا صحيح رئيس مجلس إدارة بس التنفيذ بإيد المدير عرفت كيف فبالتنسيق هلا بتعرف الدكتور يعني هلا نحن عم نشتغل الشيء المهم لنا هلا حاطين كل همنا بالاسعاف عم نظبط الاسعاف باي شكل بالاشكال هلا نزلنا وحطينا هلا اخصائيين مناوبين على مدار الساعه هي شغله مع على مدار الساعه اسعاف بالاسعاف اخصائيين جراحه واخصائيين داخليه في الاسعاف يعني ما بعد في اطباء دراسات عليا جميل جدا هلا ما نشتغل شغله وان شاء الله هيدي مو بس مطلب مطلب المواطنين مطلبنا نحن يعني بالخاص نحن يعني ضل بالاسعاف انا على عجالي انا مش ملاحق معكم هلا هي المشكله انا بدي احكيها حكاها الدكتور اكسام مشكور معظم الشكاوي انه هن عم يكونوا طلاب السنه الاولى بالاسعاف بس هلا منيح بما انه صار في اختصاصيين اخصائيين وعندهم شيء من نفسه نقول حتى ما بيسالوا خاصه الثاني او العطل يوم الجمعه والعطل والمسائيه ان شاء الله كله قيد المعالجه وفي كمان مشكله ثانيه دكتور اكسام هلا احيانا انتم عم تحولوا بس من الاسد للوطني احيانا ما عم يكون في متابعه يعني انا كثير تواصلت مع المشفى عم يبعث مشفى الاسد حالات مشفى تشرين عفوا مشفى تشرين على مشفى الوطني ما عم يتابعوا هاي وحده وشغله ثانيه احيانا عم يجيبوا ما عم يسالوا مثلا عم يكون في عندكم مريض بحاله حرجي او كذا اسعافي او يعني وضع ما بيتح يعني ما بيصير نقله بهالطريقه عم تنقلوه مباشره طبعا بعض الحالات يحطوه على المشفى ويروحوا
يعني كمان هي واذا صار شيء بيحملوا مسؤول يعني بس مسؤولية. بهذا الموضوع كثير انسرع. استاذ سامر انا معك فيها لايدي وايدي مشكله قديمه بتمنى بوجودكم هلا يعني قديمه من زمان يعني بين يكون في تواصل تنسيق هذا ان شاء الله ان شاء الله. هلا نحن مثلا عندنا لازم المريض الطبيه المريض اللي بده يتحول من مشفى لمشفى لازم ينحط بالاسعاف مع طبيب طوارئ مع طبيب مع فني ويروح للمشفى بياخذوا بشوف الجهه المستقبل معه ممكن معه قصه مرضيه تمام. جاهزه بده يستلمه الطبيب الفلاني ويوقع انه انا الطبيب الفلاني المشفى الثاني. لا هي ما بتصير عم اقول لك هيدي هي امنيات هيدي بس هيدي كمان كله قيد الدراسه ان شاء الله وقيد المعالجه اذا الله قدر. دكتور اكسام يمكن هيدي المحور الاخير رح نكون فيه كمان على عجاله منظومه الاسعاف بمشفى تشرين الجامعي عدد سيارات الاسعاف الموجوده يعني نحن ما عندنا منظومه مدى عم بيقول ان ما في الا سياره اسعاف واحده بمشفى منظومه منظومه مركزيه هي منظومه مديريه محول فقط سياره واحده لمشفى تشرين اللي هي كافيه هلا لا مو كافيه طب ما بيصير في تنسيق مع يعني انا بقول لك قديما مشفى الاسد كان عندنا شيء 6-7 سيارات بس بقوا بمشفى الاسد ونحن هلا بمشفى تشرين بتوقع في وحده او تنتين ما بتذكر قد ايش نحن سياره واحده سيارات مشفى الاسد عفوا مشفى تشرين ما بتطلع بتجيب مرضى وبترجع نحن الاسعاف عندنا يعني نحن خارج منظومه الاسعاف بالسيارات يعني نحن بيجينا المريض لعنا على الاسعاف اما نحن نروح نجيب مريض من الاسعاف من بيته على اذا كان في حاله بدكم تنقلوها لمشفى ثاني اي بهالحاله هيدي بننقلها بس يكون موجود اكثر يعني من سياره ضل لازم يسمى يعتبر انا من انصار يكون في 10 بس بخدمه المرضى بحيث هي وهذا عم نعمل نحن اختصاص جديد هو طب الطوارئ طب الطوارئ بحيث انه هالسيارات هدول يكون عليها طبيب يعني منظومه تيم او فريق طوارئ طب طوارئ بهالسيارات هيدي ان شاء الله كمان هيدا الشيء يتحقق عملنا ورشه عمل مع الاستاذ الدكتور حسن من شي حوالي شهر شهرين بالكليه وكانت الامور كثير كويسه تماما استاذ سامر يا ريت يكون ايضا في متابعه للبنى التحتيه للمشفى لانه في كثير شكاوي حول المصاعد المعطله ضمن المشفى والله حكيت يعني الفتره الماضيه حتى كان في لقاء خاص مع السيد الوزير وقعدنا حوالي يمكن الساعة وثلاث أرباع الساعة في بعض الأجهزة المعطلة وتعميد المواد حتى سموا لي بعض الأدوية فكله إن شاء الله يتابع حتى المصاعد يعني أحيانا بيكون شغال مصعد واحد والباقي في مثل ما حكينا أنا برجع أكد كتير على فكرة طبعا في تعاون مع بس يجوز بده يمكن شوي جهود يعني تكون مكثفة أكتر فعلا نوصل للشيء الأمثل للاستخدام نستفيد منه حرام أنا برجع بقول هل 102 أو 3 دونم بالضبط يمكن كمساحة يعني على مساحة هائلة كبيرة والأجهزة يعني في أنا سألت حتى يعني كنت من كم يوم سألت بالإسكان جماعة المستثمرين للمشفى فأنا ما لي خبر أنه هني عم يستثمروا لحتى هذه اللحظة بإشرافه فشرحوا لي عن المشفى ويعني شيء فعلا معقد وتعذبوا لحتى يعني شيء فالأمل كلياتنا نحن بهالفترة الهي مع انتصارات جيشنا مع كل ما نسعى عليه فعلا أنه لأنه فعلا اليوم الحالة الطبية أنت اليوم أي مواطننا بس بلاقي الرعاية يعني استقباله اليوم شوية اهتمام شوية اهتمام يعني ورعاية. وبأكد كمان الموضوع اللي حكاه الأستاذ مازن كتير واللي هلا عم يشتغل الدكتور أكسام فعلا الموضوع أنه ليش حتى مريضنا يعني هالثقافة نشيلها نحن صدمنا العالم الطب وكلهم يعني يروح على لبنان يحط هناك منبسط إذا دفع مليون دولار تفعيل القسم الخاص تماما فبس أنا مريض حابب يدلل يفوت على مشفى خاص بعمل له شيء خاص وبجيب شيء لخزينة في ناس الدولة ليش لا بتحب بدك خمس نجوم فنشتغل على هالموضوع بالضبط وبعطي حوافز للاطباء بهالطريقه وبرجع باكد على هالموضوع اللي نحن لنا علاقه فيه كمجلس الشعب طبعا الهدف مثل ما حكينا انه هل المدينه الصحيح هذا العطاء الكبير لهذه المحافظه يكون استخدامه بالشكل الامثل والافضل وانا كل ثقه بدي يصير لانه عندنا كادر انا اثق بالكادر الطبي الموجود عندنا وفي المحافظه بالتحديد يعني بعض الناس بتعرف احيانا حتى بين المحافظات دكتور اكثر بيصير فانا مع هذا الموضوع وبدنا ان شاء الله ما راح ندخر جهد بهذا الاتجاه تكون كل طبعا الجهود لحتى يكون حالة فعلا متميزة بتقدم الخدمة الطبية وأيضا التعليمية كما ذكرنا سواء الطلاب وحتى المرضى اللي عم يجوا بدي أتشكر وجودكم معنا اليوم ضيوفنا الأكارم لسعد صدركم لكونكم اليوم معنا بحلقة تانية عن مشفى تشرين الجامعي بجزء تاني لإلى شكرا لك الدكتور أكسام الأستاذ الدكتور أكسام قنجاوي عميد كلية الطب بجامعة تشرين شكرا لك أهلا وسهلا فيك للمواطنين اللي بدين يساعدونا كمان نعم
نعم. ايضا الاستاذ سامر شيحه عضو مجلس الشعب، شكرا لك ولوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، احنا جاهزين حلقه ثانيه وثالثه ورابعه ان شاء الله. الدكتور اكسام انا بعرف بعد الامتحانات الله بعد الامتحانات طبعا بالتوفيق لكل الطلاب هلا في امتحانات طبعا في الجامعه. مشاهدينا الشكر الاكبر لكم للمتابعه، الى اللقاء. وانا بشكركم جميعا وبشكر مشاهدينا على حسن الاستماع، نلقاكم في وقت قريب، الى اللقاء.